السلام عليكم. احنا اليوم ما كنصور لكم واحد الفيديو جديد، نصور لكم فراخ ديال الطوس جداد ديال هذا العام. اما الحمام انا كنبينو كنصور لكم هنا الحمام ديالنا، ها هما. اما الحمام هنا هنا عندي جوج ديال الطاووس، عندي تكرشيتو ب 120 كما كتشوفوا هنا، 120 درهم. نتوا هي اللي عندي خاسرة، اللي مهرسة من الجناح، ترست لي من الجناح ديالها. وهنا كاين تكر ديال سيلفيا، كانت على الفراخ ديالو. ها هو تكر ديال الطوس كوبل مع نتو ديال سيلفيا، وعطاوني جوج فراخ. عارف ما كاينش الضو، ما تيدوش الضو لهنا باش يبانو ليكم. واني عطاني جوج فراخ، وهاد الطوس هذا كتشوفوه هنا كوبل مع هاد النتوة ديال سيلفيا، وبا هو هذاك تكرر هو للعير نكوبل مع نتوة ديال العنبر. وعطاوني جوج فراخ، ها الفراخ الاول تكر نتوة ديال سيلفيا، وتكر ديال العنبر ها هو هنا برا ديال راهو، تكر ديال العنبر باقي صغير، وهذا تكر ديال البلدي. ها حنا كما كنلاحظو طاوس دخل، وحنا هنا النتوة ديال البغويط شديتها عندي هنا مع الحمام، طلقت الحمام وجروها وشديتها معاهم. كوبلتها مع واحد الكار ديال الفواياجور، ها هو هنا الكار ديال الفواياجور. هادي النتوة ديال العنبر اللي عطاتنا ديك النتوة ديال سيلفيا، كوبلي مع الكار ديال الطوس، مازال ما عطاوني والو. هاهما يلاه جمعو العواد ديال العش، وهذا تكر ديال الفوا، يلا عطاني جوج بيضات. يلا عطاني جوج بيضات. احنا نلوحو لكم فيديو باش غادي يتزادو الفراخ ديال هاد البغويط ونتو ديال والتكر ديال سيلفيا ديال الفواياجور. كما كتشوفوا هاد التكر هو اللي عطانا هذيك النتوة اللي حداها هذيك، ها هو. هاهما الحمام، كنصور لكم دابا هنا. هاهما غنخرجو نوريكم ثلاثة الفراخ اللي برا. هاهما الفراخ، فراخ ديال النتوة ديال البغويط والتكر ديال الفواياجور. هاهما هاد الجوج، هاد القهوي اللي فيه الكحل والبيض، وهذا التكر ديال العنبر، ها هو التكر ديال العنبر هاد البيض اللي فيه شويه القهوي، التكر ديال العنبر هاد الفراخ ديال هاد العام. باقي عطاوني عاوتاني البيض، مازال ما شفت والو فيهم، مازال ما تزادوا كلهم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.